على وقع هذه المعزوفات الغنائية يجتمع أبناء مدينة تعز للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 11 من فبراير، الثورة التي غيرت الكثير من المجريات في حياتهم وكشفت عن وجه النظام التي عاث بالوطن ما يزيد عن 3 عقود. خرجنا اليوم في هذه الذكرى العظيمة الخالدة، الذكرى السادسة لثورة 11 فبراير، الثورة الذي فتحت لنا آفاق واسعة إلى طريق الحرية وإلى طريق كسر الذل والعبودية. هذه ثورة 11 فبراير، وما يحصل الآن في تعز ليس إلا امتداد لثورة 11 فبراير العظيمة. سنظل نحيي هذه الذكرى وسنظل نحييها إلى آخر يوم في عمرنا. في هذه الاحتفالية التي دعا لها مجلس شباب الثورة، وهي الإشارة الأولى للبدء بفعاليات ستتوالى لاحقا على مستوى المحافظة كاملة، عزف الجميع ألحانا تغنيا بثورة انطلقت شرارتها من هنا. اليوم في مجلس شباب الثورة ندشن بأسبوع احتفالي بالعرس الوطني 11 من فبراير، هذه الذكرى الغالية على قلوبنا التي أخرجت الشعب اليمني من ظلمات المخلوع الصالح إلى نور، الانفتاح الثقافي، الانفتاح السياسي، الانفتاح على العالم جميعا. كل مرة يسجل تاريخ هذه المحافظة حكايات جديدة حافلة بمسيرة الحركة النضالية المعهودة لهذا الجيل على خطى الإباء. فواقع المدينة التي تعيش اليوم حربا انتقامية امتدادا لثورة فبراير تسير نحو الخلاص من حكم الرئيس المخلوع وما تبقى من أذرعه. بعد 6 سنوات من عمر الثورة الشبابية السلمية اختلف الزمن وتبدلت الأدوات، لكن روح التغيير حاضرة في تعز وتسير لتحقيق أهدافها. حمزة أمين، قناة بلقيس.